يا مساء الجمال عليكم، يا مساء الفل على كل بنات حواء. حلقتنا النهاردة خاصة جدا عشان معانا ضيوف متميزين جدا. برضو معانا النهاردة بنوتة ناجحة ورائد أعمال متميز. بمناسبة طبعا كل الأعياد اللي جاية، احنا جينا لكم النهاردة عشان نقول لكم على حاجات تفيد كل بنات حواء. معانا النهارده المهندسه لميس نصير. نصير مهندسه. مهندسة المهندسه وميك اب ارتست لميس أو نصير. ميك اب ارتست. اهلا بيك يا أهلا لميس، بيك يا منورانا ومنوره مصر كلها. أهلا بيك. ومعانا رائد الاعمال مستر احمد جمال هواري. اهلا بيك ومنورنا ومشرفنا. طبعا النهارده يا جماعه احنا بنتكلم عن اكاديميه متميزه جدا جدا في الميك اب، و مش عارفين نقول عليهم ايه. احنا هنسمع منهم، هم هيقولوا لنا عن الاكاديميه ايه. في البدايه يا لميس قولي لي كده، عرفيني مين لميس نصير. انا مهندسه. اوكي. انت اصريتي ان انت تقولي انت مهندسه. اصريت اني احكي قبل اني الميك اب مهندسة ارتست. قبل الميك اب ارتست. الفكرة انا كلميس اصريت ليه مهندسة قبل الميك اب ارتست، لان بشوف بنات كتيرة جدا انه اخذت شهادتها وبتوقف على الشهادة، لكن لا، احنا كبنات عندنا كرياتيفيتي، عندنا تفاصيل كتيرة حلوة ممكن نسويها، غير اني التزم اني مهندسة. ممكن اسوي ابجريد، اسوي شفت كارير عندي واشتغل في الشيء اللي انا بحبه. اذا اشتغلت في الشيء اللي انت حبيتيه، مش شرط ان انا ابقى مؤهل معين، لا، وان انا افضل فيه، ما هو شرط اصلا نهائي. اهم شيء اشوف انا ايش الشيء اللي انا حبيته. اذا حبيت شيء معناها اني راح اتميز فيه. فكان اصراري على مهندسة اول شيء. لميس نصير، انا ميك اب ارتست الحين. اوكي. كنت عايشة برا مصر ورجعت على مصر. البنات عندنا في مصر طبعا اي بنوتة حلوة بالميك اب او بدون الميك اب، ولكن فكرة الميك اب عندنا شوية ما هو منتشر بشكل كبير، تحديدا البنوتات اللي بتحب تحط ميك اب لحالها. الفكرة عندنا ما هو موجود بشكل واضح. فحبيت اني اسوي اكاديمية، حبيت اني اكون انستراكتور كميك اب ارتست، ما هو بس اني اطلع كلاينت او يكون عندي. عندنا في مصر الميك اب بيختلف، يعني كل أكيد. بلد بتبقى ليها ميك اب معين، ليها ستايل، ميك اب الخليجي او ليها مدرسة. لكن مصر بتحب كل الاشكال. كل شيء. عندنا التكنيك الخليجي موجود في مصر، اللبناني موجود، التكنيك الكوري موجود، الاسيوي موجود، كل التكنيكس للميك اب موجودة في مصر. بحب التغيير. احنا على التغيير دايم، وبنات مصر حلوين بيليق عليهم اي شيء. طيب معانا بقى رائد الاعمال مستر احمد جمال، نورنا. نورك. طيب احنا النهارده بنتكلم عن اكاديميه ناجحه، اكاديميه بتعلم ازاي ابقى ميك اب، ازاي ابقى ميك اب ارتست متميزه جدا. اتكلمنا عن الاكاديميه والفكره جات لكم ازاي، وليه، وبدايتكم بالذات كمان في مصر. والله هو احنا اول بدايه ان احنا اصلا اول تخطيط لينا ان احنا فكرنا ان احنا ازاي نوضع لوكيشن او نوضع مكان مناسب يكون للكلاينت اللي يكون مناسب ليهم. تاني حاجة بعد ما قلنا حطينا فكرة اللوكيشن، طبعا بعد كده حبينا نطور من فكرة المكان، وان احنا يكون لينا الكاستمر اللي بيكون موجود، ان هو يجي بناخد الفيدباك بتاعتهم، وطبعا بيكونوا موجودين معنا في المكان، فعشان خاطر ان احنا ناخد الفيدباك بتاعتهم ويكونوا هم بنوصل ليهم شيء جميل جدا. الحاجة التانية ان احنا بندرس بشكل مختلف، اللي ان احنا مثلا بنكون مع كل وضع، كل كورس بيكون موجود بنضع فيه حاجة مختلفة وسبونسر مختلف بنزود بيه للبنات اللي موجودة. الحاجة التانية والأهم برضو إن إحنا عندنا فريق تسويق ممتاز جدا، ودي من الحاجات اللي إحنا حطيناها. تاني حاجة وضعنا تيم جميل جدا بحيث إن هو يكون مناسب للرد على العملاء في الوقت المناسب. طب عرفنا الأول برضو مستر أحمد بالنسبة للأكاديمية.
مستر احمد بالنسبه للاكاديميه، حابه تعرفي انا ايه وضعي في الاكاديميه او ايه مكانتي في الاكاديميه؟ اولا انا بكون مسؤول اداره كامله عن الاكاديميه، بكون مسؤول عن التسويق وعن اداره التسويق الكامله، بكون مسؤول عن كل حاجه تخص الاكاديميه كاداره. طبعا انا اخترت المجال الاداره ده، طبعا شفت نفسي فيه، ما شفتش نفسي في مجالي اللي انا كنت فيه، انا شفت نفسي في مجالي ده، حبيت اضع فكره تانية لنفسي واغيرها، والحمد لله كانت بدايه نجاح لينا جدا جدا في الاكاديميه. وضفنا ليها حاجات كتير جدا جدا، ومن الحاجات اللي احنا هنضيفها برضو وحابب اقولها واحنا على الهوا برضو، ان انتوا انتظروا مننا ان في 2020 انتظروا مننا مفاجاه جميله جدا جدا جدا. مفاجاه بنات حوا داخل الاكاديميه. ايوه طيب قول لنا، طيب الاكاديميه انتوا اخترتوا مكان متميز ازاي؟ اخترتوا المكان يعني احنا عندنا، ما هو انا وضحت لحضرتك ان من بدايه ان انت بتحطي الحاجه ليكي، ان انا بوضع لوكيشن معين او بختار مكان معين بيكون مناسب للعملاء، لاني وبعديها وضعت المكان المناسب بتاعي اللي هو في المعادي، ان انا اقدر ان انا اكون موفر ليك المكان، يكون سهل جدا، ما يكونش صعب على العميل في وجوده معانا. طيب قولي لي يا لميس، انت زي ما قلتي ان بنات مصر بيحبوا التغيير وبيحبوا كل اشكال الميك اب، طيب ليه تخصصتي في الميك اب بالذات وكمان عنايه بالبشره؟ اوكي ده يعني ده مهم جدا، لان البنت هي وشها بالظبط، يعني حاجتين البشره والشعر. حلو، فانت تخصصتي في البشره اللي هو اصعب كمان من الشعر. اوكي ميك اب بدون بشره بيرفكت او بدون بشره انا مسويه ليها عنايه صح، الميك اب ما له اي داعي. يعني انا ممكن يكون عندي براندات ميك اب حلوه جدا اوكي، او اجي اسوي لنفسي الميك اب تخربط مني اللوك. فعلا دي مشكله بتواجه كل البنات، بتجيلي البنات الكورس تحكي لي انا كنت بسوي اللوك وبعدين اشوف اشياء غريبه وشكلي يتحول واحده ثانيه. ليه؟ هي عندها التولز، عندها الماتيريال اللي تشتغل بيها، لكن مثلا البشره ما هي واخده العنايه الكافيه. بمعنى انا عندي البشره لازم بيكون ليها روتين متخصص، يكون ليها عنايه يوميه، عنايه شهريه، عنايه اسبوعيه، كل الكلام ده لازم يتم عندي على مراحل. فمن ضمن محتويات الكورس اللي احنا بنقدمه بنقدم كورس النتواياج. النتواياج هي جلسه العنايه بالبشره. لازم اول شيء، اول نقطه، اول شيء اول ما ببدا عندي الكورس، اول بوينت بحكي عنها اي بي سي ميك اب، يعني بشره صح. ولو البشره بشرة عندي نظيفه نظيفه، او بنبدا نشرح كيف اصلا حتى لو ما البشره عندي مو نظيفه انك ايش اسوي فيها، اني في وقت قصير جدا احولها للموضوع ده. بعد نقطة العناية بالبشرة بنبدأ نحكي عن الميك اب. الميك اب علم، كيف أي علم، كيف علم ريادة الأعمال، كيف علم الموضة، هو علم. بنبدأ نشرح المدارس الخاصة به، لأن كل وجه وفي مميزاته وفي بعض الديفو اللي إحنا بنبدأ نعالجها. كل بنت بدون مكياج حلوة، وبالمكياج هي بتصير أحلى، أصلاً البنت هي اللي بتضيف للمكياج. إحنا بنتعلم مع بعض أنا كيف أضيف اللمسة الحلوة، كيف اختار الاساس الصح، انه لون ازاي ابرز جمالك بالضبط، لون الليبستيك الروج عندي على اي اساس انا اختاره، الوان الشادو للعين، شكل الرموش كيف تكون مركبة، الحاجب انا كيف اشتغل عليه، حتى الوان البلاشر، الكونتور، الكونتور كجزء في الميك اب، في مدارس الميك اب الكونتور ده اساس كل اساسي البنات. وفي عندنا شيء اسمه مشكلة كونتور. كل البنات برضه تقريبا، وكل البنات اول ما تيجي لي الكورس تحكي معايا قبل حاجه اي الكونتور. حاجه الكونتور الكونتور بنتفاجئ داخل الكورس او عامه في علم المكياج ان انا عندي الكونتور شيء اسمه بيزك وكونتور نحت. المفاجأة اللي هو احنا لما بنشوف الميك اب كده فجأة بتكون البنوتة واحدة وبعض الميك اب واحدة تانية خالص، لا لا هي نفس البنت، بس كل اللي بيصير عندي انه بسوي الكونتور النحت. كونتور الصح اهم حاجة، الصح على حسب الوجه. كمان احنا مش بنتعلم ان انا بحفظ الوجه ايه اللي صاير فيه، لا احنا بنفهم التفاصيل، بنسوي دراسه، لان علم المكياج اصلا بيبدا عندي بالتحضير وبعد التحضير عندي دراسه. فالدراسه هي اللي خلتني اتخصص فيها كانستراكتور عنايه بالبشره والميك اب. تمام طيب احنا معانا صور، احنا معانا صور كده نعلق عليها. ايوه قولي لنا دي هنا هذه الشهاده، الشهادات اللي بنقدمها من الأكاديمية، شهادتنا طبعاً مخدومة لأن الأكاديمية عندنا مرخصة. أوكي فالشهادة البنوت حتى لو حابة تسافر بيها خارج مصر
تقدر تسافر بيها. جميل. يعني انت بتدي الكورس، بتدي شهاده طبعا، بتوفري لها ان هي كشهاده ان انا اقدر اشتغل بره كمان بيها مش في مصر بس. دي هو داخل الكورس، دي اخر يوم بعد دي الكورس. دي ايه صور صور للكورس؟ كان اخر يوم الكورس. تمام. ده الصوره اللي بعدها، تسليم الشهادات عندنا. تسليم الشهادات. طيب الكورس ده بيبقى قد ايه لميس؟ مده الكورس بتكون 4 ايام. اليوم عندنا بيكون حوالي 6 ساعات. دي اللوكات اللي بنشتغل عليها اللي بتطلع في الكورس. الكورس عندنا دبلومه كامله، دبلومه متكامله. مش بس كورس الميك اب. قد ايه المده؟ المده قد ايه؟ 4 ايام. ومع بدايه السنه الجديده ان شاء الله راح تكون المده 5 ايام، واليوم عندنا بيكون 6 ساعات. تمام. طيب في حاجه كمان، انت يعني احنا اتكلمنا في الماتيريال ونوعيه الماتيريال، وانا ممكن ابقى معايا الماتيريال اللي انت نفسك بتستخدميها بس انا استخدمتها غلط. ممكن بنوتات تعمل كده فعلا. بيكون عندها ماتيريال جدا حلوه، براندات جدا غاليه. بتحكي لي بيجي لي بنات الكورس بتستخدم براندات زي انجلوت، وبتستخدم براندات كبيره جدا. انت دلوقتي بتدي الكورس بتقولي انا بستخدم 1 2 3، بنشرح ولا بتديها ما بتديهاش براندات؟ لا، انت بتديها ازاي تستخدمي البراند الصح. لا، احنا بنعرفها اول شيء كيف تختبر البراند نفسها. أيوة. تختبر الماتيريال، وبعدين بنعطيها زي اضافات كده لبعض الماتيريال، اختار الماتيريال دي من البراند دي والبراند دي. تمام. بنبدا نشرح ليهم البراند، بلس الشيء الاهم كمان ان احنا بنوفر ليهم الماتيريال داخل الكورس. احنا بنشرح الماتيريال وبنعرفها عليها، بنعرفها على البراندات، بنعرفها تختار كيف درجه الفاونديشن تكون مناسبه ليها، كيف اصلا تختار درجه فاونديشن مناسبه للكلاينت اللي معاها. الشيء الاهم مثلا الفاونديشن ده شيء مهم جدا عند البنات، كيف حتى لو هي ما هو عندها الدرجه المناسبه كيف تخلط الوان معينه ودرجات معينه وتطلع في النهايه الدرجه الانسب. بتعرف الماتيريال، مش بس بعطيها ريكومند للماتيريال، لا. تمام. طبعا قول لنا بقى استاذ احمد، الاكاديميه دي ازاي وصلت للمكانه اللي احنا سمعنا عنها؟ يعني قبل ما تيجوا احنا سمعنا عن اكاديمي لميس، ازاي وصلتوا للمكانه دي او النجاح ده؟ بدايه الموضوع ان احنا طبعا في اكاديميات كتير، في اكاديميات وصلتوا لنجاح معين. الحمد لله. طبعا احنا عملنا مع بعض لما كنا عملنا خطه نجاح زي ما وضحتها لحضرتك، ان انا وفرت كل الامكانيات المتاحه اللي تخلي مكان يكون ناجح. تاني حاجه ان انا لما وفرت المكان واللوكيشن وكل التفاصيل دي، من بعدها دخلت تفاصيل كامله داخل الكورس. طبعا انا عندي في الكورس لما بيكون مده الكورس بتكون 4 ايام، باخد طبعا الفيدباك بتاعت البنات، ودي بتكون طالعه لايف علشان خاطر كل الناس اللي موجوده بتشوف شغل البنات. طبعا بضيف لهم حاجات كتير جدا 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 ليهم داخل الكورس، وبيكون ليهم هدايا وبيكون ليهم حاجات كتير. طبعا بالنسبه بقى للكورس والهدايا، في متابعه بقى بعد الكورس اساسي. احنا بيكون طبعا طبعا انا رايحه افتح بيوتي سنتر. بالظبط، انا هوضحها لحضرتك. احنا اول ما بنخلص الكورس بيكون اولا ليهم متابعه عن طريق الواتساب عن اي حاجه يستفسروا عليها. تاني حاجه طبعا في منهم لما بيتخرج بيكون حابب يروح يفتح بيوتي صالون او ياخد حجوزات عرايس او ايا كان، طبعا بتكون في متابعه كامله ليه لحد ما بيقف على رجليه. طبعا بنكون متابعين معاه الاكاديميه كلها. طبعا حتى لو حابب ان هو يكون محتاج ماتيريال ليه كامله، بنوفر له الماتيريال دي، وبيكون ليه خصم كمان عندنا في الاكاديميه، بيفضل متمادي معاه داخل الاكاديميه. يعني انت بتوصل معاه الكورس، وبعد الكورس بيكون في متابعه بعد الكورس. كل النصايح ان انا اقدر اقف على رجلي لحد ما يكون واقف على رجلي وفتح مشروع، وبفضل مكمل معاه حتى اثناء ان هو فاتح مشروعه. تمام. طب قول لنا مستر احمد، لميس ميك اب اكاديمي، ايه التطورات اللي بعد كده بعد النجاح اللي احنا شفناه ده؟ بعد النجاح الجميل ده انا زي ما قلت التطورات في تطورات كتير جدا طبعا، ومن ضمنهم ان احنا ان شاء الله هيكون في بيوتي صالون عندنا. طبعا ان احنا ان شاء الله حابين نوصل الاكاديميه بفكر مختلف جدا 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 عن جميع اكاديميات مصر، وفي حاجات كتير جدا برضو انا حابب اضيفها هناك في الاكاديميه. طبعا مش هينفع اقول عليها على الهواء عشان ما حدش ياخدها. كلنا يا جماعه نروح الاكاديميه ونعرف تشرفينا.
فحابب اوصل الاكاديميه لشيء جميل جدا جدا خلال 2020 ان شاء الله. إن شاء وده الله. كان تحدي مع الباشمهندسه لميس ان احنا نكون واخدينه. طبعا الفكره بتاعت النجاح ليها زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنكمل بعض، اهم حاجه يكون عندك فكرك، لازم يكون فريق عمل جميل متفاهم. فكره التسويق نفسها دي اللي بتتوصلي بيها، وانا الحمد لله عندي فكره، عندي شركه تسويق جميله جدا بتوصل لي لده. الفيدباك برضو بتاعت البنات ارجع اقولها تاني، الفيدباك بتفرق، لان انا باخد راي الناس دي داخل الاكاديميه، علشان مثلا لما بيكون في حد من العملاء موجود او حد حابب يجي المكان ما يبقاش مستني ان هو ياخد رايي في المكان، هل انا هستفيد من الكورس خلال 4 ايام؟ لان انا برضو بيواجهني اسئله كتير جدا جدا جدا، هل لو انا خدت ال4 ايام هطلع مستفاده، هطلع ميك اب ارتست؟ الكورس ده هو كورس واحد هو ولا كورس واحد. مثلا اي بي سي؟ لا هو كورس واحد، كورس بيكون واحد. 4 ايام. فبيكون اخر يوم طبعا بيكون العملي، طبعا انا بوفر حاجات كتير جدا جدا داخل الكورس، في اكاديميات كتير ما بتوفرهاش. طبعا انا بسلم كتب للناس دي فيها جميع شرح الماتيريال المناسبه كلها، علشان خاطر بعد كده يرجعوا يعيدوا عليها ويقروا فيها، عشان ما يكونش في اي حاجه ممكن تضيع منهم خلال فتره الكورس. ودي من الحاجات اللي نجحت الاكاديميه وخلت اسمي تسمعي عنه حضرتك. تمام. ان شاء الله وفي نجاح اكبر واكبر بإذن الله. طيب قولي لنا بقى يا لميس، انا كعميله عايزه اوصلك ازاي يعني غير الفيسبوك؟ عندنا كونتاكت على الانستغرام طبعا. عندنا الارقام الكونتاكت بتاعتنا على الواتساب كمان، وعندنا ارقام الكولز بلس كل ده يا جماعه هتلاقوه على الشاشه دلوقتي بلس للعنوان بتاعنا اصلا. كانت اهم نقطه عندنا نختار لوكيشن صح، احنا المكان عندنا قريب جدا من المترو، يعني بنحاول ان احنا اي بنت تقدر توصل لينا بسهوله. احنا في المعادي شارع 9 اوكي عماره 111 الدور الثاني، ده العنوان. طيب والعنوان برضه هيبقى مكتوب على الشاشه. اوكي اي بنوته تقدر توصل لكم، تقدر توصل لينا تمام. واي بنوته متابعه بنات حوا هيكون ليها ديسكاونت اضافي على الكورس عشان خاطر عيون المذيعه الحلوه. حبيبتي في بنات حوا دايما بنقدم لكم الجديد دايما، وكمان خصومات مع ضيوفنا العزاز. طب كلمه سريعه خالص في دقيقه، نصيحه لكل بنت بتحط ميك اب. نصيحة لكل بنت بتحط ميك اب، انت حلوة بدون الميك اب، بس اهتمي ببشرتك رقم واحد، بعدين اي شيء بعد كده سهل جدا انك تتعلميه. اضيف شيء كده كمان بسيط مش للبنات، في ناس في حياتي حابة اشكرهم. اول شيء ماما، الشخص اللي تعب ماما جدا جدا. الشخص اللي تعب معانا في حياته فعلا وهي تستحق اي نجاح ننسبه ليها، اختي ورفيقة نجاحي من 5 سنين لؤى، وطبعا طبعا طبعا اللي كمل كل الاشياء الحلوه دي مستر احمد، لان كان ليه دور كبير جدا ان الاكاديميه توصل ان هي يكون ليها منهج مدرس. والشكر الاخير ليك لاني مبسوطه اني كنت معاك. وانا كمان مبسوطه ان انا كنت معاك، وكنت جداً مبسوطه جدا جدا ان انا مع لميس ميك اب اكاديمي. اكاديميه متميزه جدا يا جماعه، بشكركم جدا بجد، نورتوني مستر احمد ولميس. وانا كمان بحب اشكركم جدا جدا، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله يوم الخميس الساعه 4. استنوني، مع السلامه.